كيف سيكون شكل رمضان 2022؟ خلينا زي ما احنا. طب والخلف؟ محمد رمضان ودينا الشربيني في رمضان 2022، هو ده الخبر اللي تداولته الصحافة اليومين اللي فاتوا، وكان مفاجأة كبيرة للجمهور لأن طبيعة الأعمال اللي قدمها كل واحد منهم مختلفة عن التاني. بس وجه الشبه الوحيد إن دينا آخر عملها كانت أحداثها بتدور في حقبات قديمة، ومحمد رمضان قدم في موسى قصة صعيدية وقت الاحتلال البريطاني. ويمكن العمل ده يكون من النوع ده، بما إن المخرج محمد ياسين كمان معروف بحب للنوع ده من القصص زي قصة أفراح القبة اللي دارت أحداثه في السبعينات وقبل موجة حارة اللي كانت أحداثه في التسعينات، وكانت دينا من أبطال. تحب أعمل كده مع مراتي؟ وياسين واضح حماسه للعمل، وإي تي بالعربي اتواصل معاه وأكد لنا صحة خبر ثنائية رمضان ودينا، وقال إنه بيشتغل من كل قلبه عشان يبهر الجمهور، خصوصاً إنه راجع فيه بعد غياب 4 سنين عن آخر عمل ليه وهو أفراح القبة. خلينا زي ما احنا. طب والخلف؟ أنا ما بحبش عيال. بس أنا بحبهم. دي مصارعة تقليم اليوم نكد. والمسلسل ده كان آخر عمل جمع بين إياد نصار ومونة زكي في بطولة ثنائية. بس المفاجأة إن تابعنا أخبار اليومين دول بتأكد إن هنرجع نشوفهم مع بعض في رمضان اللي جاي في مسلسل بتكتبه المؤلفة مريم نعوم ومن إخراج كريم الشناوي. وباين إن مونة زكي قررت ترجع لدراما رمضان بقوة بعد ما كسرت الدنيا في لعبة نيوتن السنة اللي فاتت، واللي كان بوابة عودتها للمنافسة الرمضانية بعد غياب 5 سنين. تخبر الحمد عشان 5 أيام. 5 أيام إيه؟ لا أنا حاولت هنا. أما أمير كرارة فبيرجع للدراما الوطنية من خلال دور البطولة اللي هيقدمه في الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة اللي بيألفه باهر ديودار وبيخرجه أحمد جلال. فازاي هنشوف شخصية كرارة في العمل ده، خصوصا أنه ساب انطباع وصورة ما بتتنسيش لما قدم دور أحمد المنسي في مسلسل الاختيار. وباين ان كل جزء من مسلسل الاختيار هيفضل يخطف الاضواء ويحقق النجاحات، خصوصا وان الجزء الثالث في رمضان اللي جاي بيتكلم عن فتره ما بعد 25 يناير بشكل مفصل حسب ما تداولت الصحافه. واي تي بالعربي سبق وانفرد بخبر ترشيح احمد السقا وياسر جلال للبطوله اللي تناولت الاخبار انه هيقدم دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالاضافه لاخبار كتيره تم تداولها عن ترشيح صبري فواز عشان يقدم دور الرئيس المعزول محمد مرسي.